بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو مهرجان الحمويات بمحافظة الحريق. دوستو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو نا حریق لے کے جائیں گے اور حریق کے اندر حریق منها تمر نبت ابراهيم. شوف التمر هذا موجود وهذا منيفي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الان في مهرجان الحمضيات السابع في محافظة الحريق والتي برتغال کا جو میلہ ہے ہر سال منعقد کیا جاتا ہے. آج میں اس کی لائیو اپڈیٹس آپ کو دے رہا ہوں. یہ ہر سال جنوری میں منعقد کیا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا هو مهرجان الحمويات بمحافظة الحريق. هذا يعتبر المهرجان السابع والنجاح متواصل ويحسب لمحافظ محافظة الحريق ويحسب للأهالي نجاح هذا المهرجان. طبعا المهرجان السنة هذه قام على يعني جهود مبذولة من وزارة البيئة وبلدية الحريق، وكما نشاهد مثلا مهرجان الحمضيات متنوع اللي هو فيه قسم الحمضيات اللي هو يعتبر القسم الأساسي في محافظة الحريق، كذلك داخله بعض الإنتاجات الشعبية مثل التمور والعسل، كذلك الأسر المنتجة أن يعني مساهمة. ونلاحظ الزوار في السنة هذه ما شاء الله بكثافة في هذا المهرجان، دلالة على نجاح هذا المهرجان. فنشكر كل واحد يبحث عن الجديد في المهرجان. ومهرجان الحريق طبعا أقيم في هذه المحافظة بنجاح إنتاج الحمضيات في محافظة الحريق. محافظة الحريق إنتاجها في الحمضيات تضاهي الدول المتقدمة زي لبنان وزي ذا، وأنتجت محافظة الحريق إنتاج من الحمضيات يعتبر من أجود إنتاج الحمضيات في المنطقة الوسطى. كان الإنتاج يعني في محافظة الحريق من الحمضيات إنتاج طيب. دوستو جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو نا حریق لے کے جائیں گے اور حریق کے اندر جو مہرجان کے نام سے ہے جیسے ہم میلہ بولتے ہیں سٹارٹ ہو گیا ہے. یہ دو دن پہلے سٹارٹ ہوا تھا اور بہت ہی زبردست ایونٹ ہے. اس میں حریق کے بارے میں یہ ہے کہ حریق میں مختلف قسم کے اورنج یعنی کہ مالٹے کنو ان کی اپنی ہی یہاں پر باغات ہیں تو یہ یہاں پر لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہد اور دوسری چیزیں بھی جو ہیں ان کے بھی اسٹال لگے ہوتے ہیں اور اس فیسٹیول میں رکھتے ہیں. تو یہ تھا اس کا انٹروڈکشن. باقی آپ کو ہم ویڈیو کے اندر دکھائیں گے کہ کیا کیا چیزیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں. باكستان كيف الحال؟ شو اخبار؟ طيب الحمد لله. اهلا وسهلا بالمهرجان. ثانك يو.
اچھا سب سے اچھی خوبصورتی یہ چیز ہے کہ جہاں بھی کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے کوئی انتظام ہوتا ہے تو وہاں پر نماز کا بھی انہوں نے خیال رکھا ہوتا ہے اور جو ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو سب سے خوبصورتی جو اس ملک کی ہے سعودی عرب کی کہ یہ نماز کو نہیں چھوڑتے اور نماز فوراً پڑھتے ہیں ایون کہ نیچے صفیں بچھی ہوئی ہیں نہیں بچھی ہوئی وہ نماز اپنی ادا کرتے ہیں اور اگر سفر میں ہے تو دونوں نمازیں عصر اور مغرب کو یا ظہر اور عصر کو اکٹھی بھی ادا کر لیتے ہیں بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مهرجان الحمضيات السابع في محافظة الحريق والتي تنتج جميع أشجار الحمضيات بأنواعها، وهناك 26 نوع من أنواع الحمضيات من البرتقال بأنواعه مثل البرتقال السكري والبرتقال أبو دمة والبرتقال أبو صرة، أيضا الشموطي والفلنسيا. اليوسفندي هناك عدة أنواع من أنواع اليوسفندي، اليوسفندي الكلمنتين، اليوسفندي التانجلو، اليوسفندي المندلين، اليوسفندي الشبكي والكينو الباكستاني، وايضا يوجد هناك الليمون بانواعه، الليمون الافاليا، الليمون ابو زهيره، الليمون الحلو، وكذلك يوجد ترند والجريب فروت الاحمر والجريب فروت الاصفر والبوملي. وحمضيات الحريق تتغذى على مياه عذبه وارض خصبه مما ساعد في نجاحها، وايضا وزاره الزراعه غرست الوعي الزراعي لدى المزارعين فاصبح النجاح يتواصل مع المزارعين. ومياه الامطار ومياه السيول تصب في المزارع الموجوده في محافظه الحرير.